في عام 2014 أطلق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي آلية التعاون الثلاثي والتي تجمع كل من مصر وقبرص واليونان، وفي أغسطس من العام الماضي تم التوقيع على اتفاق لترسيم الحدود بين مصر واليونان، وبين هذين العامين تم تحقيق طفرات متسارعة على مسار العلاقات التي تجمع الدول الثلاث، وأيضا على مسار العلاقات التي تجمع كل من مصر واليونان. على هامش زيارة السيد الرئيس إلى العاصمة اليونانية أثينا، كان لنا هذا اللقاء مع معالي الوزير المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية. برحب بسيادتك يا فندم. مساء الخير، أهلا وسهلا. سيادة الوزير، نتساءل عن أهمية توقيع مثل هذا الاتفاق بين مصر واليونان، اتفاق تعيين الحدود البحرية، وما سوف يتيحه لكلا البلدين في مجال الغاز تحديدا. طبعا هو دي خطوة مهمة جدا، وتعيين الحدود البحرية ما بين مصر واليونان دي بتدينا إمكانيات للعمل في المنطقة الاقتصادية الخاصة بنا، ومن هنا نقدر نشتغل على أعمال البحث والاستكشاف والتنقيب على البترول والغاز في جزء إضافي ما كانش متحدد لسه ما بيننا وبين جارنا اللي هو اليونان. ومثلما فعلنا مع دولة قبرص، وده اللي ساعدنا على كشف زهر، لأن كنا معينين الحدود البحرية معهم، لأن احنا منطقة زهر موجودة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لينا، ومن هنا كان أهمية تعيين الحدود ما بيننا وبين دول الجوار كلها. وبالتالي توقيعنا لهذه الاتفاقية مع اليونان بيسمح لنا أيضا أن احنا نشتغل في مناطق إضافية للمناطق بتاعتنا، وهي مناطق بحرية تابعة للمنطقة الاقتصادية الخالصة لنا. دي الحقيقة يعني إشارة جيدة جدا ومقدمة كويسة جدا لمزيد من التعظيم الاستفادة إن شاء الله من مواردنا الهيدروكربونية بإذن الله، ولما هو معروف إنه موجود في الشرق المتوسط، ولا سيما امتداد دلتا النيل البحرية مخزون من الغاز الطبيعي إن شاء الله يقدر وفقا والمراكز البحثية العالمية بأكثر من 220 تريليون أدم مكعب، وبإذن الله ربنا وفقنا في أن احنا نستطيع أن احنا نكتشف هذه الكميات ونطلعها بإذن الله. مصر أيضا قدمت نموذج فريد للتعاون الإقليمي بين دول المنطقة عندما أطلقت منتدى غاز شرق المتوسط. كيف سيسهم هذا المنتدى في تعظيم القيم المضافة للثروات النفطية والغازية المكتشفة حديثا في هذه المنطقة، وأيضا يمد جسور من التعاون مع دول أخرى تريد الانضمام إلى هذا المنتدى في المستقبل؟ ده كلام مظبوط فعلا. احنا الحقيقة في لازم نقول ان اليونان اطلقت فيها هذه المبادرة المصرية، يعني في اكتوبر 2018 في احدى القمم الثلاثية اطلقت مصر في كريت في 2018 المبادرة الخاصة بانشاء هذا المنتدى، وبالفعل تم الانتهاء من كل الاجراءات بتاعته والتوقيع عليه. رغم جائحة كورونا استطعنا ان احنا ننهي تأسيس المنتدى في سبتمبر الماضي، وتم التوقيع عليه من 7 دول المؤسسة. الحقيقة من منطلق هذا المنتدى، المنتدى ده هيتيح لنا احنا كدول مشاركة، سواء دول منتجة للغاز، سواء دول مستهلكة للغاز، او دول مرور، هي انها تستفيد وتتكاتف وتتعامل مع بعض، ويحصل بهم تكامل لاستخدام واستغلال هذه الثروات الطبيعية، والتنسيق فيما بين هذه الدول لتعظيم الاستفادة منها، سواء من ناحية التجارة، من ناحية الصناعة، من ناحية استغلال، من ناحية الأعمال والصناعات المنبثقة أو القائمة على هذه الموارد الطبيعية. الحقيقة بناخد من هذا المنطلق نوع من أنواع التكامل، لأن احنا النهاردة في أعمال بتتم ما بيننا وما بين دول مختلفة في هذا المنتدى، سواء استيرادا وتصديرا، زي الأردن احنا بنصدر لها غاز، زي إسرائيل بنستورد منها غاز، زي النهاردة احنا بنشتغل على مشروعات مع دولة قبرص علشان نمد خط غاز من قبرص لمصر. نفس الشيء بالنسبة لليونان، بيتم الحديث على تصدير شحنات من الغاز المسال، هذا بالإضافة إلى أنه اليونان لها شركات كتير تعمل في مصر في مجال البحث والاستكشاف، ولها مناطق امتياز في البحث والاستكشاف في مصر، مناطق بحرية، وأيضا لها شركات بتقوم بأعمال التجارة الخاصة بالمنتجات البترولية وغيره. ومن هنا عايز أقول أنه دي البداية. احنا عايزين نقول لما كمان يعني ده المنتدى ما تمش إنشاؤه إلا من حوالي شهر، ولسه كمان يعني ما تمش تفعيل الإجراءات إلا بعد لما يتم اعتماده من البرلمانات في كل الدول، إنما رغم ذلك علينا إقبال. والحقيقة
دول عظمى قدمت رغبتها في الانضمام للمنتدى، سواء كدول تبقى عضو كامل أو تبقى عضو مراقب. وإحنا الحقيقة إن شاء الله يعني هيكون القبول بكل الدول إن شاء الله دي، طالما بتتوافق رغبتها وتحركاتها وسياساتها مع الغرض من إنشاء المنتدى. وعايز أقول إن ده كل ده لسه في البداية، إحنا النهاردة عندنا خطط كبيرة جدا عشان تضم مشروعات يكون فيها كل الدول، بحيث إن يحصل فيها تعظيم أكبر لهذه الموارد وهذه الصناعة، بحيث إن هذه الموارد وده التنسيق اللي إحنا عايزين نعمله، هذا الغاز لازم إن هو يكون مصدر للسلام ومصدر للرخاء لشعوب شعوب المنطقة وشعوب هذه الدول والشعوب الأخرى الراغبة في الانضمام أو الدول الأخرى الراغبة في الانضمام لهذا المنتدى إن شاء الله. أحب برضه أوضح إنه المنتدى صحيح إنه هو منتدى أو منظمة حكومية، ولكن تحت منه في بعض اللجان والمكاتب التنسيقية وهي خاصة بالقطاع الخاص، وإحنا عندنا هنا هو لجنة بتبقى لجنة من شركات القطاع الخاص منبثقة من هذه من هذا المنتدى، وهي التي ستقوم بإجراء المشروعات والتنسيق فيما بين إزاي اقتصادياتها، ودي بتبقى شركات سواء منتجة للبترول أو منظمات دولية للغاز أو شركات بتعمل على هذه الصناعة. ومن هنا عايز أقول إن شاء الله إحنا بننتظر لهذه المنطقة مستقبل واعد، ولا سيما بعد إنشاء هذه المظلة وهي منتدى غاز الشرق المتوسط. أخيرا يا فندم، مصر مؤخرا تحولت من دولة مستوردة للغاز إلى دولة مصدرة، وتطمح في أن تكون مركز لإنتاج وتداول الطاقة في المنطقة، وإن شاء الله ده يتحقق قريبا بالإشارة اللي سيادتك ذكرته، ولكن برأي حضرتك يعني ما هي كانت مقومات النجاح في الوصول إلى ما وصلنا إليه للدرجة التي سمحت بأننا نكون في هذا العام أو العام الماضي تحديدا نحقق أعلى فائض في تاريخ مصر في مجال الطاقة والغاز الطبيعي تحديدا؟ الحقيقة يعني في حاجة مهمة جدا، وهي دعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. السيد الرئيس حطت أولويات، والحقيقة أن هو الدعم بتاعه لكل قطاعات الدولة، ولا سيما احنا فيما يخصنا أن هو بدينا كل الدعم لإنجاز مشروعاتنا والتعاون فيما بين قطاعات الدولة، ودعمنا فيما نحتاجه من موافقات وتراخيص وتصاريح وإجراءات مالية وغيره، بحيث أنه لا يقف أمامنا أي شيء سوى التنفيذ، وبالتالي بيبقى في متابعة كمان من فخامة الرئيس، ومتابعة مستمرة منتظمة، وبيستطيع أنه هو يشوف إيه المعوقات ويساعدنا على تذليلها، ومن هنا بيبقى فيه هذا الإصرار على أن احنا فعلا نصل إلى الأهداف المطلوبة. والحقيقة الحمد لله احنا فعلا من دولة مستوردة للغاز المسال، لان كان عندنا ازمات وانتم تتذكرون ذلك، الى ان احنا وصلنا الى اكتشافات وتم تنميه هذه الاكتشافات سريعا جدا، وتم بالفعل الوصول الى الاكتفاء الذاتي في 2018 في سبتمبر 2018، وبالفعل كمان بدانا نستأنف التصدير، وان شاء الله من هذا المنطلق اصبح لنا وضع عالمي وبقى لنا مصداقيه ولنا اسم. ومن هنا كمان على حس كل الكلام ده احنا استطعنا في السنه اللي فاتت دي ان احنا نجذب كبرى الشركات العالمية الأمريكية في مجال البحث والاستكشاف في مجال الطاقة، ولأول مرة أن تيجي مصر عظمى الشركات الأمريكية، وبالفعل تم التوقيع معهم على مجموعة من الاتفاقيات لمناطق كبيرة جدا سواء في البحر الأبيض المتوسط أو في البحر الأحمر، وهي كلها مناطق لسه بكر لم يتم العمل فيها من قبل، وهي بالتالي مبشرة جدا لأن سيتم فيها وضع استثمارات كبيرة جدا. والحقيقة على حس برضو هذه الشركات الكبيرة دم تنشيط شركات أخرى، وبالتالي أصبح فيه النهاردة مجموعة كبيرة جدا من كبرى الشركات العالمية سواء اللي كانت موجودة أو اللي ما كانتش موجودة قبل كده. إن شاء الله في خلال الفترة القليلة جدا القادمة سيتم يعني العمل في أعمال البحث والاستكشاف في البحر المتوسط لاكتشافات مزيدة من الغاز إن شاء الله والبترول، وإن شاء الله تبقى كلها أمور هتعود بالخير على اقتصادنا وعلى بلدنا. وزي ما بقول لحضرتك الحقيقة ما كانش كل ده هيحصل لولا كل الإجراءات الإصلاحية اللي تمت، سواء إصلاح اقتصادي سواء دعم في التنفيذ
سواء في إجراءات، كل اللي احنا نحتاجه كل ده حسن من الشكل والصورة بتاعتنا. التزمنا بمستحقات الشركاء الأجانب، التزمنا بالتواريخ بتاع تنفيذ المشروعات. الحقيقة إنها كلها كانت بتسمع وبتدي انطباع جيد جدا عالمي، ومن هنا بقينا احنا في المنطقة لما نبص حوالينا هنبص لقي احنا السوق الوحيد اللي مستقر وجاذب، وبيخلينا ان احنا نتفائل ونستطيع ان احنا نعمل مثل هذا المنتدى حاجات اخرى كثيرة باذن الله. ان شاء الله يا فندم. الوزير المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بشكر سيادتك جزيلا، شكرا على هذا اللقاء يا فندم. شكرا جزيلا، شكرا، تحياتي يا فندم.